فاطمة، بدايتك خالص وبداية قصتك مع ألعاب القوة، اشمعنى ألعاب القوة؟ ويمكن مش بنات كتير في مراحل سنية مبكرة بيتوجهوا للرياضة دي بصفة خاصة، أنت إيه اللي حصل معاك؟ هو انا كنت يعني قاعده في المدرسه وكده، وهم اللي جم اختاروا ناس ساعتها تحت ال 12 سنه. اوكي، عشان بطولة المدارس وقتها صح؟ اه وبعد كده المنطقة التعليمية، بعد كده المحافظة ايوه. والجمهورية. وبعد كده بقى قريت نفسي كويسه في العاب القوه، فكابتن حنبان خدني يعني. يعني انت ما كنتيش مارستي اي العاب لا قوه لا قبل ما يجي لكم الزياره دي في المدرسه؟ لا، هم كانت اول لعبه يعني. اوكي، وما اشتركتي في اللي هو بطوله المنطقه التعليميه في الاول، مش كده برضو ولا كان ايوه غلط؟ دخلتي على طول على الجري والتتابع ولا كان ليكي تجارب في حاجات تانية في الاول؟ لا، هو الجري والتتابع بس. واتفاجئتي بمستواكي؟ ايوه.